صباح الخير مرة أخرى هبة، صباح الخير شهد، صباح الخير من محافظة عجلون حيث نطل على القلعة الشامخة، القلعة التاريخية. هناك نتواجد في القرية الحضرية وهي متنفس لأهالي مدينة عجلون، لا بل محافظة عجلون. وللحديث أكثر عن هذه القرية الحضرية وما تتضمنه من مرافق داخلها نستضيف المهندس عبد السلام زغول، أحد مهندسي بلدية عجلون الكبرى حيث تتبع هذه القرية الحضرية لبلدية عجلون الكبرى، وهو رئيس وحدة مركزها الثقافي ومدير القرية الحضرية. صباح الخير مهندس. يسعد صباحكم سيد أبو هيثم، يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم يا سيدي، تشرفنا فيكم بالتلفزيون الأردني، والتلفزيون الأردني دائما يعني متنفذ في عجلون وفي أنحاء المملكة، وبعطي الواقع الحقيقي لجمال مملكتنا الأردنية الهاشمية. الله يعطيك العافية. طيب إحنا بداية إذا سمحت لنا بدنا تحكي يعني تعطينا لمحة عن هذا الموقع، مساحته، متى أنشئ، شو المرافق اللي بيحتويها؟ سيدي هذا المكان القرية الحضرية، الآن القرية الحضرية تحتضن بداخلها اللي هي المركز زها الثقافي. مركز زها الثقافي طبعا الموقع يشمل عنا اللي هي الحديقة المرورية، زائد الألعاب للأطفال، زائد الملعب الخماسي، وهذا كل المرافق هي يحتوي على 10 دنومات، وهو متنزه عام للزوار بمحافظة عجلون. الآن مركز زها الثقافي يعني موجود في عجلون عنا، والصراحة يعني مركز زها الثقافي يعني أعطى فرصة كبيرة ومنح فرصة طيبة لأطفالنا، وأطفالنا وإحنا يستهدف هذا المركز اللي هي الفئة العمرية من عمر 3 سنين لعمر 16 سنة. طيب مهندس عبد السلام، يعني وأنت تعرف أن هذه المشاريع وهي بتوجيهات ومكارم ملكية سامية، سواء القرية الحضرية أو مركز زها الثقافي، حدثنا أكثر عن القرية الحضرية، ماذا تحوي من مراكز داخلها؟ نعم، تحوي القرية الحضرية، احنا بنعمل عندنا قاعات تدريبية طبعا بإدارة كبيرة من الست رانيا صبيح مشكورة، وإدارة حثيثة. بنقوم على توفير الدورات الفئات العمرية زي ما حكيت لك من عمر 3 سنين لعمر 16 سنة. الدورات الموجودة عندنا يعني دورات ثقافية، دورات رياضية، دورات ترفيهية للأطفال، والآن يعني احنا شغالين على الآن بالربع هذا على حوالي 16 دورة داخل المركز، وإن شاء الله راح تتضاعف كمان كم يوم على كمان 3 دورات زيادة، وباستمرار عندنا دورات شغالة، والكل هون يعني مبسوط على التعاون الكبير اللي هو اسم مركز زها عنا، لأنه يعني صراحة يعني بنشتغل قاعدين بجهود كبيرة وتدريب طيب لأبنائنا داخل محافظة عجلون. طيب مهندس عبد السلام، سؤال أخير، يعني هل هناك تعاون مع المجتمع المحلي مع مؤسسات التطوعية مثلا؟ نعم سيدي، والآن أنا يعني بتكلم عن هذا الموضوع، المجتمع المحلي احنا يعني حاطين ايدنا بايده، زائد المتطوعين باستمرار متواجدين عندنا هون داخل المركز، وبنقوم على يعني اعمال ترفيهية للاطفال بمساعدة المتطوعين، وبالضبط زي ما حكيت انت نعم المتطوعين موجودين بالمركز باستمرار يعني عندنا هون. الله يعطيك العافية وشكرا لك مهندس عبد السلام. ننتقل الى المدربة وعد أزغول، وهي مدربة في مركز زها الثقافي وداخل هذه القرية الحضرية، و سبق وأن استضفناها عبر برنامج يوم جديد، لكن بدنا تحدثينا عن التطورات من تلك الفترة حتى الآن. صباح الخير. أول شيء صباح الورد والفل والياسمين عليكم جميعا، على الموجودين هون والموجودين في الاستديو والمشاهدين أيضا. اليوم إحنا تطورنا كتير داخل المركز. بالأول كنا مبلشين مع الطلاب بدورات حاسوب بدائية، اليوم وصلنا لمرحلة البرمجة الحمد لله رب العالمين، وأيضا لل3D Max. بهاي من ناحية التكنولوجيا أيضا تطورنا من ناحية الدورات، صار في عنا دورات تعنى في الحرف اليدوية وفي التصاميم اليدوية.
برضو احنا تطورنا من ناحية انه صرنا نعمل شراكات مع المجتمع المحلي من مؤسسات وجمعيات وايضا مواطنين. اليوم عندنا فريق تطوعي، والاشي الجديد اللي رح ينطرح عندنا هي الفقرات المسائية ان شاء الله، رح تبدأ من يوم الاحد القادم. هاي الفقرات بتحتوي على فقرات ترفيهية، رسم على الوجوه، وايضا عدة فقرات والعاب شعبية وغيرها من الفقرات بالتعاون مع متطوعين من المجتمع المحلي. هذه التطورات اللي احنا حصلناها والحمد لله رب العالمين، وبالجائحة ايضا احنا كنا مستمرين خلال جائحة كورونا، كنا نبث دوراتنا عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله حققنا نجاح كبير وباهر، واليوم النتيجة هي اللي بتحكي، وطلابنا هم اللي بيحكوا بالنتيجة اللي طلعوا فيها عن انجازاتنا. طيب يعني هذا شيء جميل جدا، بقودنا الى انه هل هناك يعني خطة موضوعة خلال الصيف، خاصة نحن ننعم بحمد الله وبفضل القيادة الهاشمية والمتابعات الحثيثة فيما يتعلق في عودة الحياة إلى طبيعتها بعد يعني الانحدار التدريجي لوباء فيروس كورونا، ما هي الخطة الصيفية لديكم؟ الآن إحنا عندنا خطة صيفية. أول إشي قسمنا الناس لقسمين، هم فقرات صباحية وفقرات مسائية. أيضا إحنا اليوم بنتبع البروتوكولات الصحية، وهذا أهم إشي موجود عندنا. بيتم من خلال هاي الخطة وضع قاعدة بيانات فيها أعداد الطلاب، لحتى يتم عندنا هدول الطلاب ما يكون تكرر بياناتهم، والكل يستفيد وكل المجتمع يستفيد. أيضا الخطة الصيفية الموجودة عندنا اليوم، إحنا عندنا خيمة سينمائية تقدر بسبعة متر تقريبا. داخل هاي الخيمة بيتم عمل عروض تقديمية للطلاب. أيضا عندنا الوايز فلور، هاي لعبة جديدة أيضا من ضمن خططنا الصيفية، لحتى إحنا نقدر نتعامل مع جميع الأعداد الموجودة عندنا ونقدر نتماشى مع التطورات. وبالإضافة للسلم والحية اللي بيتم من خلالها تعليم الأطفال بطريقة جديدة، من خلال تعليمهم الحروف والأرقام وغيرها من الأمور. هذه خطتنا إن شاء الله، الخطة الصيفية اللي إحنا موجودين فيها الآن. طيب يعني بدنا السؤال الأخير بس بصراحة، يعني هل هناك احتياجات لهذه المركز، لهذه القرية؟ أول إشي مشكورين مركز زها الثقافي على جميع التجهيزات اللي تم تجهيزها عنا داخل هذا المركز، بالإضافة مشكور الديوان الملكي بمتابعته لإلنا، وبلدية عجلون ممثلة برئيسها وأعضائها ورئيس الوحدة عنا المهندس عبد السلام. إلا أنه يوجد عنا بعض الاحتياجات، منها احتياجنا للماء دائما هون بالساحات، غير متوفر عنا ثلاجات أو مياه داخل الساحات، هذا الاحتياج الوحيد اللي احنا بنحتاجه، بالإضافة انه احنا بنحتاج لحدا أمني موجود هون، لأنه بيتم تراود دائما الناس وموجود الزوار. شكرا. فإحنا بنحتاج. شكرا، يعطيك العافية. وعودة لزملائي في استوديو برنامج يوم جديد هبة وشهد لاستكمال باقي فقرات البرنامج، ونترك الفريق الذي يعني يلعب في هذا الملعب الخماسي، ولقطات مع زميلنا سفيان الخوالدي من ملعب الخماسي في القرية الحضرية. الله يعطيكم العافية جميعا.